بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، سعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة المتابعون أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم، متواصلين معكم في يومنا الرابع من عمر هذا المهرجان، مهرجان مؤسس هذا الكيان الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه، وهذا الشوط الرابع الحادي عشر في هذا اليوم الرابع ضمن فعاليات ومهرجاننا الذي نعيش وإياكم فرحته وأيامه المميزة. شوطنا الحادي عشر ينطلق ويسير مخصص للقايا الكار، نبدأ ونتعرف مع هذه الأشواط المفتوحة مع من تحتل المركز الأول، وبره من تحتل المركز الأول تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المضمر سالم بن عامر المدهوشي، من يتواجد معها في المقدمة الشعار القرفاوي. هنا يتقدم هذه الشعارات وتتقدم وبر هذه الأسماء، بينما هنا على المركز الثاني ومن تتقدم على مستوى المركز الثاني وجدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شفيع، من يتواجد معها قائدا ومضمرا. وعلى المركز الثالث تتواجد الشاهينية تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل ونتعرف على المركز الرابع، من تتواجد هنا منوة لهجن الشحانية وتضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري، دخول وتسلل في هذه اللحظات من النويعس، من تقدمت في هذه اللحظات ومن كانت آخر المنطلقات ها هي تتقدم وتقير إلى المركز الثالث. تعود ملكية النويعس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، من يتواجد في عملية تضميرها ومتابعتها والإشراف عليها، بينما هنا على المركز الخامس ومن تتقدم على المركز الخامس هنا قدوم ووصول وتراجع. هنا مشاهدين الأفاضل من الشاهينية لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو نيدان الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، وبنعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، والمقدمة مشاهدينا الأفاضل مع وجدان. وجدان من غيرت مجريات هذا الشوط، هذه وجدان تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، التضمير والمتابعة مع فيصل بن طالب بن شفيع، من يتابعها في التضمير، بينما هنا على المركز الثاني ومن تتراجع على المركز الثاني وبرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوشي، من حصل على نقطة في الفترة الصباحية وفي يومنا هذا، نعم مع هذا الشعار الغرفاوي حصل على نقطة ويبحث عن النقطة الثانية المدهوشي، بينما هنا على المركز الثالث المركز الثالث تتواجد فيه النويعس تعود ملكيتها لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، التضمير مع أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، من يتواجد معها في التضمير أحد الشباب المميزين، أحد الشباب المبدعين في هذا المجال، صال وجال كذلك مع هذا الشعار، مع شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يتواجد هنا على مستوى المركز الثالث. ننتقل ونتعرف على المركز الرابع، ومن تتواجد هنا مياسة تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم أحمد بن علي العويسي، من يتواجد في عملية تضميرها، الدخول على المركز الخامس من قبل منظومة تصل هنا على مستوى المركز الخامس، تعود ملكية منظومة لهجن الشحانية تضميرها مع محمد بن خالد العطية.
هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. هناك وجدان 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 مع المركز الأول 1500 متر على خط النهاية، ووجدان تحتل المركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط. وجدان تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وتضميرها مع فيصل بن طالب بن محمد بن شفيع من يقودها في التضمير. هذه وجدان بهذا الأداء 1200 على خط النهاية، وصلت وبرة، وبرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوشي. من يتواجد مع وبرة؟ من تحتل المركز الثاني والمركز الثالث؟ وصلت هنا النويعس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي يغير الأمور إلى مستوى المركز الثاني. أما المركز الرابع فتتواجد فيه هنا الشايبة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، حمد بن سهيل العامري من يتواجد في عملية تضميرها. ولكن بنعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. هنا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع صدارة هذا الشوط. هنا مع وجدان، مع وجدان، ولكن النويعس، النويعس خطيرة للغاية، خطيرة النويعس. هنا تحتل المركز الثاني، تتواجد بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتواجد معها في التضمير. الله، شوفوا 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 التحدي على ميدان التحدي، شوفوا شوفوا التغيير. الله، النويعس 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 ووجدان، وجدان والنويعس، واللحظات الأخيرة وجدان والنويعس، النويعس ووجدان. يا سلام، النويعس 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 مع المركز الأول، وجدان على مستوى المركز الثاني، ولكن النويعس النويعس النويعس. سلام، سلامنا وتحياتنا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان على فوز النويعس وتحقيقها بالمركز الأول. التهنية موصولة لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي المركز الثاني، وصلت فيه وجدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثالث، تصل فيه الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع، تصل على المركز الرابع مياسة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. أما المركز الخامس وصلت فيه وبرة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. إذا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، شاهدنا وإياكم نتيجة هذا الشوط 11، من ذهبت سلاماته إلى دولة الإمارات وخاصة إلى سويحان ومدينة سويحان. هذه لحظة وصول النويعس إلى خط النهاية بعد فوزه وتحقيقه بناموس هذا الشوط. 8 دقائق ثانيتين جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس نزفه إلى سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، كما نهني مضمر النويعس من قادها إلى بر الأمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على ناموس النويعس وتحقيقها بالمركز الأول في هذه الفترة الصباحية. 8 دقائق جزئين ثانيتين جزئين من الثانية، هذا هو توقيت وجدان. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، التهنية موصولة لمضمر وجدان فيصل بن طالب بن علي بن شفيع على هذا الناموس المركز الثالث. وصلت على مستوى المركز الثالث الشايبة، قطعت المسافة مشاهدينا الأفاضل في زمن وغدر 8 دقائق 12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت الشايبة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، التهنية موجودة موصولة لحمد بن سهيل العامري. تهانينا والناموس